مسألة اللي بعدنا وحقية هاي صفات كينا إيجو مركا يعني وجهي يدي وحيابها صورنا ودي ذا يا وحينا قل حنا يا طريقة تأويل أو يدي إن قدر الله نعمة الوشيغ وما إلى ذلك تاسنا واتي دي ذا ين رقي هوري طيب قدال دنبا مركا نقوي ما أنه مسألة القرآن أما كلام الله تعالى مركان إذا نتسالك لك دكتور مسألة الكلام أما القرآن وكلام الله غير مخلوق عقيدة دي سلف قوان أشاعر ذو أيه مركب حيك قوان مسألة ذاس أنت أنن يعني هذا الكي يجي هورا مركا كان ربين ومقدمة النقطة أشاعر ذو أتشيه جيسان كويوي مركب نعم ساسا لأنه نعم هذي أشاعر ذو أشيه جيسان أي تهي مذهب كان أشاعر ذي هذا دنيا كجرا كي جوين يرازي أمد يجي يرجس أي كيهين يعني أي أساس ويهين أما أي صلق ويهين هذي تهي أو بجورنا حواشي دي سي أو رعص ذي هذي تاسي تهي هذا رجس مرك بجوري يرجل لمد كه هذا أنا كتب تدل كأن عقائد سبعها يلا أخرنا مثلا بجوري وحوكولي هاي قعنوين وكولي هاي سيا حواشي دي سيا وحلق الله وحلق الشرحة سيا الله تلماما حواشي دي اسمارك كتابك تحفة المريد كباجوري ما كنت على قرآن كوا مخلوق ما سكو متال وقبل هذا أنا كلام كإلهي أشاعر ذو مذهب كأشعاري سائد كهدا كلام الله مركو تلماما يوحى وصغى يوحيت الكلام النفسي وكلامك النفسي أما يعني قرآن مصحف كوحة قرآن وحا الحفظيسية وحفاد الحفظيسيين محاريب توحة أي مدو قد تجينايان وحيا يعني كاسي قرآن كملفوظ كهل أخرنا مقروء هل أخرنا شيء قال الأخرنا يعني قراءة كما هدلا يقف قراءة دي سمك هدلا شيء قال الآن أخرنا ينو الله أبتان كجيرو لوح لغو قراي مكتوب مقروء الموعى في الصدور شيء غاس محويه سي مرك يعني محيك قبان اللي وحل لغا هذا لا يهدم قران انه ما بين الدفتين المصحف وحكي الا ان نقان الناس وما امه مسلم كو دان اي تقنا كاس ان مخلوق لدهو محو كقبا شيخ باجوري محو كقبا تحفة المريد ك انفيرن طيب صفحة بقول يصدن طبعا بيتك او جوهرة توحيدك وشرحة طبعا مركة او شرحة حياته كذا الكلام سمعه مركو بيت كاس وشرح هاي أي وح أولي هاي سدان وكلامه تعالى صفة واحدة لا تعدد فيها لكن لها أقسام اعتبارية إلى أوصو ذي وحير واعلم أن كلام الله يطلق على الكلام النفسي القديم كلامك إلهي وحلو إطلاقا كلامك النفسي قديم بمعنى أنه صفة قائمة بذاته إنه وعلى الكلام اللفظي كان رواقا القرآن كان وأنه لغو إطلاق كلام الله بمعنى أنه خلقه بمعنى أنه خلقه نعم دي سكوه اللي كتابكم ممكن تعالوا على ديه كرا لكن دي كتال شاعر ذو حيق بتاع قرآن مخلوق مقبان وفكي واقبان إلى هذين وكت عديه ذو حوالا وحين نقونا مركز دي هدى تنى أدلي دي هو الزلة وأنه يعني تنلو مترين آيانا واسف يعني نعم طيب ماشي هاس مركز إذا سويري بقول إلى مركز وليس لأحد في أصل تركيبه كسب وعلى هذا المعنى يحمل قول السيدة عائشة ما بين دفتي المصحف كلام الله تصل وحم بارايول وإطلاقه عليهما وإطلاقه عليهما قيل بالاشتراك وقيل حقيقي في النفسي مجاز في اللفظي كان لفظي أو مجاز لكلام الله أو حقيقي أما بأهر طيب
yaa iskale marka hada musxafka waa yani qur-aankan ku yaallo musxafka noogu yaallo oon akrinayno salaadi ku dukanayno isaga yaa iskale aan fiirino meeshaas marka ayb boqol iyo lixdan safxada ah wanazihi lqur'aana ay kalaama can ilxuduuthi waxdar intiqaama meeshaas marka uu sheegaayo waxa uu yidhi واعتقد أيها المكلف تنزه القرآن بمعنى كلامه تعالى عن الحدوث خلافا للمعتزلة وسود فكلام الله تعالى عندهم مخلوق ويري إلى مرك ويري وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرأه فهو مخلوق وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرأه فهو مخلوق hadda ma la dhihi karo wuxuu ka wadaa qiraa'ada mashii qiraa'a ma dhihin wa ama alqur'aanu buu yidhi nacam qur'aan iyo qiraa farqiga u dhexeeya qiraa'adu waa makhluuq sida imaamu albukhaarina uu aada qiraa'ada qofku waa makhluuq walidaalika qiraa'ata abi camara la leeyahay qur'aanu abi camrin ma la dhahayo mugta farqi baa u dhexeeya isaga hadda marka wuxuu leeyahay وأما القرآن بمعنى ومذهب أهل السنة يقول أن القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق كلامك النفسي كان ووحن صبحين إلهي نفس الديس أن كل حجر وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرأه فهو مخلوق لكن يمتنع أن يقال لكن وما حير ولا ريبة إلا هو القرآن مخلوق ويراد به اللفظ الذي نقرأه إلا في مقام التعليم ذاتك مركو حلا براي ولا دها لكن عند العامة ما لغا دها طيب ها مركا تحفة المريد كان سيدا وكتا الله بقول لحنا إلا بإماه فكل نص للحدوث دل حمل على اللفظ الذي قد دل بيت كاس مركو شرح هاي على اللفظ مركو قبتي وحير على القرآن على القرآن بمعنى اللفظ المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه ليس كنت تحدي وحير والراجح أن المنزل حل السود جي مركو اللفظ والمعنى اللفظ أي معنى هو منزل وقيل وحال يربر المنزل بس وقيل وحال المنزل المعنى بس وعبر عنه جبريل بألفاظ من عنده جبريل أمرك ألفاظ من عنده كعبره ساس نوالي يريد وقيل المنزل المعنى وعبر عنه النبي نبي عبره نوالي يريد معناها يالسود جي لكن تعبيرك النبي أسكال نوالي بألفاظ من عنده كتعبيري لكن التحقيق الأول يريد لفظه معنوه بأن السود جي ساس تحقيقه لأن الله محايا لحير ألا خلقه أولا في اللوح المحفوظ يكو أبوري ثم أنزله في صحائف إلى سماء الدنيا في محل يقال له بيت العزة في ليلة القدر كما قال تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر ثم أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا بحسب الوقائع هل كاس نساس كوير مركا وحا عرب الوحجي اللي للأم هذا التحدي عرب الوسمي إلا يرى قرآن كان وكلا كان قرآن كان مصحف كويا اللواء ما في نفس الله وحيب ليه لا إن أنا إلهي نفس الديس كلام كجر من نقانه تاسا نقوح جين بيب ليه لا هاي نصوما لكن قرآن كان لأقرنا يالو أرك مغل ليسان وكلا لا إما هذا كي مركا معجز كأها قرآن كي معجز كأها مصحف كان نوويا المحويه haddii marka ashaacira ay qabto qur-aanka musxafka ku yaallo ee la xifdisan yahay ee bayna dafateyl musxaf xaqiiqatan kalaamullaahi waa hadday sidaas ay dhihi karaan ama ay qabaan makhluuqna ma ahan ay leeyihin waa si fiican laakiin hadday leeyihiin kalaam aan sugayna qur-aanku muxuu yahay waa kalaamullaahi kalaam uu muxuu yahay laakiin nafsi miyaa mase waa kan lafdiga kee ka wadaan in la dhaho ilaan ayagaa u qaybiyey saas ayga u qaybiyey walidaalika baajuuri marka uu burdaha sharxaayo low naasabad qadrahu aayaatuhu cidama beytkaas markuu sharxaayo macnaha beytku wuxuu yahay hadday
يعني معجزاتكي اللي سي هدي قدر كيس وليك ميلها أحي اسمه حين يدعى داري سريمان وحوليه إشكالا لكيني كرا قرآن كمعجزات النبي اللي سي قرآن كأوين معجزين هدي اللي يرى قرآن كإيا فضل بضن نبي سو نبي قرآن كي سو صفة إلهي سو مان كلام الله سو مان هدي اللي رأى قرآن كل بوا يولي نفسي يملفوذك كان ملفوظ كهو حادث حادثنا النبي جاء فضل بدن يعني هو مخلوق ومخلوقنا النبي جاء فضل بدن أما قرآن ككلام كنفسي القرآن النفسي كاس أصوح عليه وقديم والقديم أفضل من الحادث باب كاس هل كاس ومرك أيو قلها طيب إذا نفتي هل كانوا كقري تحفة المريد كبغل لحظين يكو وحيرو هل القرآن بمعنى اللفظ المقروء المقروء ده يا فيره ما هن قراءة دي ما هن وهل القرآن بمعنى اللفظ المقروء أفضل قرآنك لا أقرنا لفظ يعني مقروء لا أقرنا يا فضل بدن أو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا فضل بدن دي له تمسك بعضهم بما يروى كل حرف خير من محمد وآل محمد أكوى أي قبصدين حرف كستو محمد يقال كي سبوا كخير بذيه لكنه غير محقق الثبوت الحديث كأسلمه بيرسقنا شدي اسم الله حقيقي ما والحق أنه صلى الله عليه وسلم سيد حقسه نبي صلى الله عليه وسلم أفضل حق وحاء النبي فضل بذيه لأنه أفضل من كل مخلوق مخلوق كسوى فضل بذيه بالله عليكم مخلوق مرها هي مس مرها هي هذا يعني مخلوق مر سو مرها هي نعم طيب كما يؤخذ من كلام الجلال المحلي على البردة شرح أوساري ويؤيده أن فعل القارئ والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من القارئ وجميع أفعاله والأسلام الوقف عن مثل هذا فإنه لا يضر خلو ذين عنه انتهى ملخصا ورك وحواه محلي جلال الدين المحلي وكان مركز القراءة ضبع ومخلوقة لكن مقروءة وحو أسوها ده لكم شيء يعني مركز كلام إذنكم مركز الذي القرآن وكلام الله غير مخلوق سؤالش اللي ذي ويدينا وحيته مك قرآن نفسي هك هذا ليسان مس القرآن كان أن آخر سنة إنه مصحف كنوبي لا تكور رميسان مركز ضدوب الشاعر وما قبت القرآن كوا مخلوق وركز ضدوب وين عم هدي أحد مركز قر وحلا يسكوها يو القرآن كان مصحف كويا ليه ما نك هذا لأنه ورقد يقد يفعل كقف وحقرأي قراءة وقف أخرين تقف كوا اسمه كهذا لأنه أفعال العبد وها واسنا وهن كهذا لأنه وح أو أخرين أي وحلا قرأي مكبحة كلا يعني كلام كاس ملفوظ كأه هل هو مخلوق أم غير مخلوق متك سواء متك ربط إلا جهد لمدن وحكى للدودوب ويحيامه ميلا يعني كيالو بجوريونا دبا تحفة المريد كوالغا فيرين كرا وحيامها نوردن خلاصة القول مركا وكل ديرادة انتان ربي وكاسي ديريب مهمة دو حقيقة منهج الاستدلالك إيه مسائش صفاتك ولما صفات الذاتية الخبرية رجي هراء شاعراتي هراء قبل الجوين وسوبي جيرين وحين الدليش جيرين الأدلة النقلية وحين اللقومة عابي جيري الصفاتية اللي هي جيري ما هيك كوان ضمبنا وحاسونا وحي أي جهمية ذكو شيك جيرين كوي هراء أكوان عقيدة وانا كان أخريه نعم. وحي كدوان مركا أرنتان مركا بعد الجوين إنا بلابطي الإمام الذهبي سير أعلام النبلاء ترجمة أبو ذر الهروي جزء التضبيط طبنات شنب أقول كنت أن إسرائيل صف عداء وتلمامة وانتو كسو هذا اللي باقلاني هذا الأولي هاي هذا الذي يدعي أن أخرنا يوكل انتو كاني يا وح ويري وليبا أبو الوليد الباجي في كتاب اختصار فرق الفقهاء أيوه حوشي في ذكر القاضي بن الباقلاني حوشي لقد أخبرني الشيخ أبو ذر وكان يميل إلى مذهبه فسألته من أين لك هذا قال إني كنت
qisadii uu abu dar ugu ta'asuray oo ka hadlay adiga kadib marka wixii uu qabay iyo ayuu shasheegay kitaab ibaana la yihahdo isaga laftiisa lahay kitaab alibaana la yihaahdo lahaa baaqillaani maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya iyo yaddii iyo wejigii ayuu ku sugay adiladii markaaba wuxuu yidhi alimaamu dahabi qultu fahada almanhaju huwa ariiqatu salaf wahuwa aladii awdaxahu abulxasan waasxaabuhu yani sifaatka daatiga iyo sugidooda iyo dabcan mu'aakhadaad kale baabab caqiidada ku saabsan waa jiraan laakiin tan hadda ay qarireen oo wejiga iyo yadda iyo wuxuu leeyahay madhabu salaf waay tumaru kama jaa'at bigayri takyiifin walaa taxdiidin walaa tajniisin ama walaa taswiir saasuu yidhi macnaha baaqillaani warkiisa iga dhexgalay qultu dahabiyaa saan dhahay fa hada almanhaj huwa ariiqatu salaf wahuwa aladii awdaxahu abulxasan waasxaabuhu kay cadeeyeen wy wahuwa ataslimu linusuusi lkitaabi in la nabadgeliyo wasunna iyo sunnada wabihi qaala bnu lbaaqillaani wabnu furak walkibaaruna saasay dhaheen ilaa zamani abi lmacaali ilaa waqtiga abilmacaali aljuweyni uma zamani sheekh abi xaamid abi xaamid arday u ahaa abilmacaali aljuweyni fawaqaca ikhtilaafu waalwaanu nas'alu llaha alcafwa fawaqaca markaa waxaa dhacay ikhtilaafu waalwaanu nas'alu llaha alcafwa sidaasuu yidhi marka ashcariyadu hadda marka madhab wixii ay keyrkood waxa ay ku bidcaysiinayaana waxaa laga helaa kutub awaa'ilihim marka madhabkaani in isaga horta si sal loogu dhigo u baahan yahay hada aakhiruhu wallahu aclam صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه